طيب معانا المطرب اللبناني الكبير وائل جسار. استاذ وائل مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ عمرو، ازيك؟ اهلا بيك، انا سعيد جدا ان انا يعني بسمع صوتك ومشاهدينا بيسمعوا صوتك الرائع. استاذ وائل، النهارده ونحن نحتفي ونتذكر هذا العبقري بليغ حمدي في ذكرى رحيله، ماذا تقول عن بليغ حمدي؟ أول حاجة بحيي الشعب المصري الحبيب واللي أنا وحشني أوي أوي أوي، وصراحة مصر هي أم الفن وأم الملحنين وأم المطربين. فبليغ حمدي اسم كبير في عالم الفن، وتربينا على أغانيه وإحساسه في الألحان، فمش ممكن يعني، يمكن ربنا سبحانه وتعالى خلق بليغ حمدي وما خلقش غيره في الألحان طبعا. نعم، كتلة من الأحاسيس، وطبعا يعني كثير من الأغاني للعمالقة زي ست وردة، الأستاذ الكبير عبد الحليم طبعا محط الألقاب وربنا يرحمهم جميعا، كثير من الفنانين اللي قدم لهم أعمال خالدة. فيعني أنا كنت بتمنى مثلا أني أكون بهذا الزمن، الجميل اللي كان موجود في الأستاذ الكبير بليغ حمدي ربنا يرحمه. يمكن علشان كده يا استاذ وائل انت يعني غنيت بعض اغاني ورده اللي لحنها بليغ حمدي، غنيت العيون السود ولولا الملامه وانا مالي مالي وانا مالي. طبعا صحيح، طبعا طبعا طبعا. طب يعني دي الاغاني ما بتلاقيش زيها النهارده. يعني لكل جيل، للأجيال القادمة والأجيال اللي كانوا هم موجودين فيها، يعني كل جيل بيخلق بتلاقي الأغاني دي عصرية لكل الأجيال وكل الأعمار. إيه الأغنية اللي هو ده الفن، هو ده الفن الصحيح واللي ما بيموتش. صحيح يعني. صحيح. كنت عايز اسالك يا استاذ وائل، ايه الاغنيه اللي غنتها ورده وكنت تتمنى انك انت تغنيها؟ يعني طبعا كل اغاني العملاقه ورده اعمالها جميله جدا، ما فيش اي اغنيه، كلهم يعني كنت اتمنى ان كل الريبرتوار بتاعها اكون مغنيه، وانا غنيت كذا اغنيه. صحيح ليها، زي قال ايه بيسالوني، مش عارف قال ايه لبليغ حمدي، مش عارف سيد مكاوي، سيد مكاوي، سيد مكاوي قال ايه، غنيت مثلا لولا الملامه، غنيت كتير من الاغاني للست ورده، وكانت يعني حالفها النجاح بصوتي طبعا، وقدمت الاحساس اللي لازم يتقدم، لانه النوعية دي من الأغاني لازم تكون وانت بتغنيها صادق. فالحمد لله يعني ربنا أكرمنا والناس حبت اللي بنقدمه للست وردة والأستاذ بليغ حمدي. يمكن بليغ حمدي. يمكن في البدايه يعني استاذ وائل قلت انه مصر وحشتك، طيب انت طبعا اكيد يعني جمهورك في مصر مشتاق انه يشوفك، هترجع امتى ان شاء الله؟ والله انا بتمنى ان اليوم قبل بكره اطلع مصر، لاني يعني بجد وحشتني مصر والقاهره والاسكندريه واسيوط وكل يعني مدينة في مصر الحبيبة وشرم الشيخ وكلهم يعني. ربنا إن شاء الله الكورونا يعني تحد من قوتها، وإن شاء
شاء الله اكون عندكم في اقرب فرصه باذن الله. تنور مصر كالعاده استاذ وائل، وده بنتهز الفرصه علشان يعني احيي من خلالك الشعب اللبناني والدوله اللبنانيه اللي هي بتعيش فتره يعني شويه صعبه، ربنا يخفف عنكم يعني اللي انتم بتعيشوه دلوقتي، ويرجع لبنان يعني مصدر للبهجه ومصدر للفرح للعرب وللعالم كله بإذن الله. طول ما مصر جنبنا وكل الدول العربية جنبنا إن شاء الله لبنان هيقف على رجليه من أول جديد بسواعد أبنائه، وإن شاء الله نشوف لبنان بيت منارة مضوية في كل العالم العربي إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الفنان الكبير وائل جسار من بيروت.